مرحبا. كيفنا اليوم؟ اليوم جيسيكا خديدة لايف كوتش، مش أول مرة بتجي لعنا، بس كتير محمسين لنعرف شو رح تخبرنا وشو رح يكون اليوم الكونتنت تبع الكورس. اليوم رح نحكي عن كيف نصير أحسن أشخاص بالمجتمع. احنا دائما ننبسط من تجي ونفرح بشوفتها، لان دائما نكون عندها هيك مواضيع مهمه، فدائما اكون متحمس على صفها. اول شيء، اذا كان اليوم اخر نهار من حياتكم، بدي كل واحد منكم يقول لي كلمه او كلمتين، شو الامور كنتوا حبيتوا تشتغلوا عليها؟ التمارين اللي تعطيهم لجيسي كان نحبهم بزاف، جايين اون ميم طون مسليين وحاجه مليحه لانه نكتشفوا ونتعرفوا على نفسنا اكثر. لو كان اليوم اخر يوم في حياتي، كنت ما نجاملش بزاف الناس، نكون صادقة، وربما كنت نكون more religious. عبد، لو كان آخر يوم بحياتي، الشغلتين اللي سافيني بدلون هي عصبيتي وغيرتي. كنت نشرت كل الكتابات والروايات اللي هي والأرشيف. كنت قللت القلق، يعني أنا أقلق كثير وأعصب على شغلات سخيفة يعني. حبيت كثير التمارين اللي عملناها لانه بتخلي الواحد يكتشف نفسه اكثر. هلا اللي عملنا الاكسرسايز هذا بيمثل شيء بنسميه نحن بالموديلينج ويل اوف لايف، اوكي؟ هيدي بترمز لحياتكم، كل وحده بتمثل شيء بحياتكم، العائله، الاصحاب، الكارير، المهنه، التطور الذات. بدي تشوفوا قدامكم هالرسمه، بتعطوا من رقم 1 للـ10 كل شغلة قديه مهمة بحياتك. 10 يعني كتير مهمة بحياتكم لازم تحسنوها، 1 يعني مش مهمة كتير بحياتكم ما مأثرة فيكم، وبترجعوا بتجمعون على شكل رسمة دائرة، بدي يطلع الدائرة هي انتو. قد انا عاملة اختبارات لتحليل الشخصية، بس انبسطت اليوم انه في اختبار جديد ما كنت عاملته. هيدا الاكسرسايز رح يساعدكم تشوفوا شو اولوياتكم بالحياة وترجعوا تراجعوا نفسكم. دائما يعجبني انه بالصفوف، خصوصا بصف جيسيكا، انه احنا نسجل بالورقه والقلم مشاعرنا او احنا على شنو نتطلع للمستقبل. في امور احنا صح نعرفها، بس لما نشوفها قدامنا نكتشف اشياء جديده ونقدر نخطط للمستقبل بشكل افضل. رح علمكم شوي افكار اليوم، انتم بعدين بتشوفوا شو فيكم تاخذوا الاحسن من هالافكار حسب وقتكم، بس انا بدي اعلمكم كيف هاو تو ابجريد يور لايف، هالسوفت وير براسنا كيف نجدده. في كتير أفكار، من الأفكار اللي فينا نحكي فيها، أول شيء الأحلام، ما نقتل أحلامنا، هي من أول الأساليب لتطوير الذات للأحسن. كله أحسن، تغذوا أحسن، يعني هون سقفوا حالكم، مثل ما سامر بتعمل فيديوز كتير على الويلنس، على التغذية، جربوا تنفسوا، ما عم نعرف نتنفس من بطنا، من هون، من جوا. منضلنا عايشين بستريس، سو اهم شيء ديب بريفينج. قبل كنت اعمل المديتيشن تقريبا كل يومين، فانه هيدا التنفس كثير بيساعد، يعني تضل هيك ريلاكست ومبسوطه وهيك، بس انا وقت وقفت كنت عم لاحظ فرق، يعني انه بيقطع نهارك تعبانه بنصه. صح، يعني بتاخذ اوقات بالستريس وبضغط الشغل هون وبنسى افكر هيك بالاولويات، فهي عم تخلينا نعرف شو هن اولوياتنا وكيف هيك نتصرف بطريقه بتليق فينا وبتخلينا اكيد نتقدم خطوات لقدام. Think positive، بنضلنا نعيش الحاضر، كل المشاكل بس بنجرب قد ما فينا، كل المشاكل بتصير حوالينا ان بتخصنا او بتخص الناس حوالينا، نجرب نحط حالنا محل الاخر ونجرب نحن نعمل كل الوسائل نساعد، ايد جنرس، يعني نساعد الاخر كيف نحسن له حياته. سبيك سوفت، جربوا الحوار يكون مش بس ايجابي، له معنى، مش بس انه عم نعطي فكره ونمشي، لا، هيدي الفكره عم بتاثر بالاخر، عم بتاثر فيه، عم بنبسط بهاللحظه، وهاللحظه عم تاخذني على شيء موتيفيشن، حافز داخلي وحافز خارجي لحقق امور بالحياه. جيسيكا ودائما تعطينا اشياء مفيده ودائما تحمسنا انه نطور من نفسنا، دائما نطلع للامام. في نكته هيك بحب اختمها معكم، مش مهم تكون طويل ولا قصير ولا جميل ولا مكياج مزبط حالك، المهم شو في بداخلك، مثل قصه هالبراد، انه انا بدي افتح البراد ما بفرق اني معه شكله حجمه، بهمني شو فيه وهيدي الاكله يوصلوا على بطني يكون مبسوطه وعم عيش اللحظة أنا عم باكل. فأهم شيء شوفوا أهم شيء نحن داخلنا ونعيش اللحظة، هاي نصيحتي لكم. Thank you.